النهارده مجتمعين مع أمناء شباب الأحزاب المصرية بخصوص الحوار الوطني. احنا في الفترة اللي فاتت بقالنا حوالي 20 يوم أو شهر النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتتحرك مع كافة الفئات من المجتمع المصري في جميع دوائرنا علشان خاطر نعرف ايه المشاكل اللي بتواجههم او المعوقات اللي بتواجههم ونقدر نعمل بها تقارير تترفع للامانه الفنيه بتاعه الحوار الوطني وتتعرض على اللجان بكافه المحاور اللي موجوده. تشرفنا بجلسه نقاشيه للحوار الوطني اللي دعا ليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتكلمنا في نقط كثيره قوي تخص البلد من ناحيه الحوار الوطني والنقاش فيه. اتكلمنا في بعض المحاور الرئيسيه زي النقط المهمه جدا الناحيه السياسيه الناحيه الاقتصاديه اللي بتمر بها البلد والعالم كله. يعني اتكلمنا من ناحيه سياسيه ان احنا لازم نعمل توعيه كويسه جدا في الاعلام ان احنا نقدر نعرف الشعب ازاي البلد ماشيه في طريق سليم. انا بدوري شاركت بوجهه نظر اقتصاديه اكتر وخاصه بالمحور الصناعه في مصر وازاي ان احنا مصر تقدر. كان في مشكور ان احد الزملاء برضو قال ان تمت دراسه على 1200 بند بيتم استيرادهم سنويا بتكلفه 90 مليار دولار وازاي مصر تقدر تبدا من هذه الدراسه ان هي توفر مصانع وقدره لانتاج هذه البنود. الدراسه برضو بتقول ان ال 1200 منتج دول عندنا المقدره ان احنا نقدر نصنعهم. قدمنا النهارده من خلال جلسه المناقشه النهارده للحوار الوطني اتكلمنا عن ملف الصحه وقدمنا بعض الاقتراحات لما يعاني منه المواطن البسيط في تلقي الخدمه العلاجيه من المستشفيات الحكوميه. اتكلمنا على سبيل المثال في بعض المستشفيات الحكوميه منها مستشفيات عين شمس الجامعيه زي مستشفى الدمرداش، اتكلمنا عن مستشفى بلاء الدكرور العام، اتكلمنا عن منشيه البكر العام.